طيب هنبدأ إن شاء الله. مبدئيا برحب بيكم أخيرا بعد معاناة، رجعنا اشتغلنا تاني. إن شاء الله هنبدأ معاكم التراك الجديد، هنتكلم عن الكلاسترينج بشكل عام. في حاجات بس كنا اتكلمنا عليها قبل كده وهنأكد عليها مليون مرة. مبدئيا يعني أنا هشرح الكورس على ريدات أو سينتوس، مش فارق أيا كان، الاتنين زي بعض بالظبط، بس مش هشرح المنهج بتاع ريد هات تحديدا. يعني في حاجات مش هتلاقيها في المنهج ولا هتلاقيها في الكتب بتاعت ريد هات، في حاجات في كتب ريد هات مش هقولها. انا جاي اشرح تكنولوجي، مش جاي اشرح كورس خاص بريد هات تحديدا. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، واحنا شغالين هيكون في تاسكات للناس، تمام. الحاجه الثالثه، عايز ناس اسال كتير، اللي عنده اي سؤال او اي حاجه يا ريت يقول، يوقفنا مفيش اي مشكله خالص. ايه تاني؟ الحاجه الرابعه، اهم حاجه اللي بيحضر معانا يكون الليفل بتاعه على الاقل تعدى الار اتش اي بشويه، ويا ريت يكون شويه حلوين خلاص. يعني اي حد شايف ان هو ما تعداش الليفل بتاع الار اتش اي، فيعني الموضوع يبقى صعب معاه في البدايه، وهيبقى صعب علينا احنا كمان، لانه يقعد يسال اسئله اساسيه جدا هيضيع لنا بيها وقتنا وايه وهيزعجنا بيها اكتر خلاص. فلو كان حد ما وصلش للليفل دون، يا ريت يذاكر الاول وبعد كده اهلا وسهلا بيه، ما عنديش اي مشكله خالص ان هو يحضر والله يعني. ماشي. ان شاء الله نبدا نشتغل. انا عايز بس قبل ما هبدا اعمل اي حاجه هقول لكم السيناريو اللي احنا شغالين بيه، عشان بس ايه ما حدش يتخض ايه اللي انا بعمله. ماشي. لان النهارده شغالين بشكل جديد خالص عن الطريقه اللي كنا شغالين بيها قبل كده. قبل كده كانت عباره عن فيرتشوال ماشين وشغلنا عليها على نفس الجهاز والموضوع منتهي خلاص. لكن الحقيقه ان فيرتشوال ماشين واحده مش او يعني تشغل فيرتشوال ماشين على نفس المكنه اللي انت قاعد عليها، ده هيبقى صعب جدا معانا في الكورس ده. الكورس تقيل جدا تقيل جدا، ومحتاج جهاز يكون باورفول جدا خلاص. وعشان اشرح حاجه زي كده انا استعنت بجهازين. ماشي. الجهاز الاولاني هو جهاز توشيبا اللي انا شغال عليه، هو اي 7 بروسيسور في برو ورامته 8 جيجا، ده اللي هشرح عليه وهسجل عليه. الجهاز الثاني وده الجهاز بتاع مراتي، مستعيره، هي اصلا كده كده في مصر فانا مستعير الجهاز منها مؤقتا. هو سامسونج اي 7 4 كور 8 ثريد، فيه 12 جيجا رامات، وده اللي هيكون عليه الشغل العملي فعليا خلاص. وليه انا عملت كده؟ لان الابلكيشن اللي بيعمل ريكوردنج اللي هو سناجت اللي احنا شغالين بيه، الابلكيشن ببقى بيموت الجهاز حرفيا، يعني بياخد حوالي 40% من البروسيسور، وطبعا مستحيل ان انا استغنى عن 40% من البروسيسور على الجهاز. محتاج او في الطبيعي هشغل عليه كحد ادنى 5 فيرشوال ماشين فوق بعض خلاص كده. ده بالاضافه الى ان الرامات مش هتكفي، 8 جيجا رام مش هيكونوا كفايه. فانا عملت ايه؟ تعالى كده اوريكم بسرعه ايه اللي انا عامله عشان تبقوا يعني مقتنعين باللي انا عملته هنا. طبعا مستخدم ويندوز السبب الرئيسي لكده مؤقتا بس، او السبب الرئيسي لكده حاليا هو الابلكيشن اللي احنا بنريكورد بيه لا اكثر ولا اقل. بس الجهازين عندي الاثنين عليهم ريد هات، والاثنين لايسنسد، والاثنين اب تو ديت، فانا مضطر ان انا استخدم ويندوز عشان البرنامج اللي بنعمل ريكوردنج بيه. ماشي. طيب تعالوا كده ايه نعدل السيتنج هنا. انا بس هضيف القلم. اهون.
ماشي. تعالى كده يا سيدي، بص مبدئيا انا عندي اتنين ماشينز موجودين. الماشين الاولانيه هي خلاص، الماشين التانيه هي الماشين التانيه دي عليها 12 جيجا رام وعليها اي 7 4 كورز. خلاص كده هعمل ايه على الماشين دي؟ هسطب او هعمل سيت اب، هعمل سيت اب الاول لريد هات كفي ام، ودي هعتبرها هي الورك ستيشن بتاعتي. ماشي كده؟ فوق ريد هات دي هسطب عباره 4 فيرشوال ماشين مثلا او 5، وده اللي هيبقى عليهم الشغل بتاعنا. ماشي كده؟ تمام؟ طيب المكنه الثانيه دي هيكون عليها الفيديو ريكوردنج، زائد هعمل ريموت ديسكتوب للماشين دي وانا شغال. خلاص كده؟ بس ده كل اللي احنا عاملينه. ماشي؟ فانا مبدئيا عندي ريموت ديسكتوب موجود اهو، انا كونكتد بالماشين الثانيه هي ديسكتوب الثاني. خلاص؟ واضح معايا ولا ايه؟ انا كونكتد بالديسكتوب الثاني، مش اي مشاكل خالص اهو. هفتح في ام ورك ستيشن انا اهو. وتعالى هبدا انستول فيرشوال ماشين عندنا، عاملها كاستم انستول اهو بكل بساطه. مبدئيا انا ليه ما عملتش سيت اب قبل ما ابدا اللاب؟ عشان اوري الناس انا عملت اللاب ازاي، لان كده كده هتاخدوا تاسكات وكده كده لازم تعملوا الكلام ده في البيت. فلو جيت قلت لك انا عامل سيت اب اللاب قبل كده، هتيجي تقول لي معلش مع اللاب ما اشتغلش عندي وما عرفتش اعمله. فانا مش عايز حد يتحجج بالحجه دي يعني. ماشي؟ ده السبب الرئيسي اللي انا عملته ده. طيب تعال نسمي الفي ام دي، تعال نسميها ورك ستيشن. تعال نعمل لها سيف هنا في ال دي. ماشي. انا هدي الماشين دي بروسيسور واحد، وهديها وليكن 2 كور، او ممكن اديها 4 كور. حلو. انا عندي 12 جيجا، هدي للمكنه دي 8 جيجا منهم. وهخلي النتورك بتاعتها هوست اونلي، او ممكن اخلي النتورك بتاعتها نات اساسا. ماشي، مفيش مشاكل. نيكست اهون. نيكست برضو تاني سكازي. هكريت نيو فيرتشوال ديسك، وهديها مساحه كبيره شويتين، وليكن 200 جيجا. اهم حاجه عندنا وانت بتعمل فيرتشوال ماشين دي، قبل ما تبداها وقبل ما تعمل اي حاجه، خش على اديت سيتنجز. بص عندك كده، في عندك بروسيسورز، في عندك اوبشن هنا اسمه فيرتشوالايز انتل في تي او اي ام دي في. خلاص، الاوبشن ده بيسمح لك تشغل فيرتشوال ماشين جوه فيرتشوال ماشين. خلاص، والاوبشن ده مش هتلاقيه موجوده الا في موير النسخه الجديده بس. ماشي، انا في ام وير اللي شغاله معايا في ام وير ورك ستيشن 12 تقريبا. فالاوبشن ده بيسمح لك تشتغل، ايوه زي ما محمد بيقول كده، حاجه اسمها نستد فيرشواليزيشن او فيرشوال ان فيرشوال، الاسم اللي يعجبك فيهم. ماشي. طيب الحاجه الثانيه برضو عشان ما انساش، هبوينت بس على ملف الايزو بتاعي اللي فيه ريد هات موجود. فين يا سيدي فين؟ انا عندي ارهل سيرفر 7.1 اهو، ده اللي اشتغل عليه. ماشي كده. اللي بيسال انا شغال بنسخه كام عندي، انا شغال بنسخه 12. ماشي. طيب حلو جدا، هباور اون الماشين ديل وتعقفل الكلاستر هوست ده.
ايوه هنا. طيب كده شايف حاجة؟ طيب ده الشات ويندو يا ريس، دي كده الشات ويندو، والله دي الشات ويندو لا اكتر ولا اقل. المستطيل الاسود ده الشات ويندو. طيب تعال نبدأ نعمل انستوليشن كده. اهي والله دي الشات ويندو، لو خبيتها اهي خلاص اختفت من عندكم. ماشي ها، طيب كده ظاهر ولا لا؟ كل شاشة ظاهرة يعني صح؟ طيب كويس جدا. تعالى كده بقى نعمل ايه؟ تعال نختار سيتنج عادي خالص، انستليشن عادي جدا يعني مفيش اي اختراع فيه خالص نهائي. تعال نغير بس الوقت والتاريخ بتاعنا. هذا الوقت والتاريخ. عندي ايه كمان؟ السوفت وير سيلكشن، هانستول سيرفر وذ جي يو اي، مفيش اي اختراع خالص في الانستوليشن. الكي دامب هوقفها، انا محتاج لكل 1 ميجا في الميموري، محتاج لهم فعلا يعني خلاص. اوتوماتيك بارتيشننج تعال نعمل له كده دن. مبدئيا اوتوماتيك بارتيشننج في حاجه هنا عشان ما انساش بسرعه كمان، هكونفيجر البارتيشننج وهقول له دن كده، وتعالى عندي كده هقول له كرييت ال في ام. شيل الهوم ده، الهوم ده اتضاف معرفش لسبب ما، 141 جيجا شيله خالص. وتعالى نخلي مساحه السلاش هي المساحه المتبقيه من الديسك، وليكن تعالى هنا اختار هقول له حط لي ال 200 جيجا كاملين للديسك ده. ماشي اكسبت تشينجز. فاضل لي بس النتورك، وهقول له يا سيد معانا النتورك بتاعتنا ايه اللي فيها، خليها لي اب اهو، خد اي بي اهو من غير اي مشاكل خالص. برضو ايه كمان؟ الهوست نيم، تعالى غير الهوست نيم كده وهسميه ورك ستيشن. مصطفى.com دن. خلصت كده تقريبا تقريبا اعتقد كل سيتنج خلصت. ايوه هخلص ابدا بجين انستوليشن، هحط الروت باسورد عندي. بس خلاص شكرا كده هيبدا انستوليشن عندي. انستوليشن عادي جدا 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 عشان ما حدش يجي يقول لي ايه الانستوليشن فيه حاجه غريبه انت عاملها او اي حاجه، مفيش اي حاجه، انستوليشن عادي جدا. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه وانا بعمل سيت اب لللاب في البدايه خالص قبل ما اشتغل وقبل ما اعمل اي حاجه نهائي، انا ليه اصلا محتاج احط لير او ورك ستيشن عليها ريد هات وبعد كده فوق المكنه دي احط 4 ولا 5 فيرتشوال ماشينز؟ ده سؤال. ها حد يعرف ليه؟ طب ما انا كنت ممكن اعمل الاربعه فيرتشوال ماشينز على طول عشان تكون برايمري. لا ها
حد يفكر بسرعة كده، أي تفكير بسرعة. لا برضو أكيد مش أفضل من حيث استخدام الميموري. يعني أنت عايز تقنعني، عايز تقنعني إن أنت لما تحط الفيرشوال ماشينز على في ام وير على طول أبطأ من لما تحطهم على مكنة وبعد كده تحطهم فوق المكنة دي وكلهم في الآخر فوق في ام وير؟ أيوه، يعني إيه مكنة ماستر بقى؟ وضح لي كده يعني إيه كلمة مكنة ماستر دي؟ بص، هي مش كلاستر مانجر قوي، ماشي؟ مبدئيا هي مش كلاستر مانجر قوي قد ما هي ايه، قد ما هي هستخدمها عشان اعمل بيها حاجات ما اقدرش اعملها مع في ام ورك ستيشن. خلاص، يعني انا حاطط الفيرتشوال ماشين اللي انا بعملها دي دلوقتي حاليا واللي لسه هكريت فوقيها نفسها فيرتشوال ماشينز تانية عن طريق كي في ام لسبب واحد بس صغير، ان كي في ام هيديك كابابيلتيز مش موجوده مع في ام وير. خلاص، زي ايه مثلا؟ زي ان انا اقدر اعمل فينسنج للفيرشوال ماشينز، وده مصطلح هتاخدوه مع الكلاستر يا النهارده يا المره الجايه ان شاء الله هنتكلم فيه وهنناقشه. خلاص، هتسمع حاجه ده خلاص اسمها فينسنج. وايه فينسنج ده؟ بكل بساطه اعتبرني كاني شديت كابل باور وركبته مره تانية. اعتبر نفسك شغال على فيرشوال ماشين، شلت كابل الباور وشغال على فيزيكال ماشين، على فيزيكال هوست، شلت كابل الباور وحطيته مره تانية، بس لا اكتر ولا اقل. هو ده الفينسنج. مع في ام وير ورك ستيشن ما تقدرش تعمل الكلام ده خالص، انسى الحكايه دي. ماشي. النتورك بوندنج تقريبا مش هنتكلم عليه في الكورس ده تقريبا خالص. النتورك بوندنج مش هنتكلم عليه، فمش ده السبب الرئيسي. بس هو السبب الرئيسي ان انا هقدر اتعامل مع الفيرتشوال ماشينز لو ليفل قوي من ناحيه الباور. خلاص، اوبونتو كي في ام ينفع، اوبونتو كي في ام تنفع جدا، مفيش اي مشاكل خالص معاها، مش هتقول لا معاك وانت شغال. طيب تعالى كده قبل ما نتكلم، سيب الانستريشن بقى شغال، ربنا يديله الصحه ويكبر بخاطره، وتعالى ايه نتكلم شويه على شويه حاجات كده. مبدئيا احنا هنتكلم على الكلاسترنج، صح؟ تمام. طيب الاول، ايه انواع الكلاسترنج او ايه انواع الكلاسترز اللي موجوده عندنا؟ ايه انواع الكلاسترز اللي موجوده عندنا؟ ها، حد يقول كده؟ ايه بقى الكلاستر؟ حلو حلو ماشي. ايه هو الكلاستر اساسا؟ مبدئيا مبدئيا الكلاستر هو عباره عن مجموعه من الماشينز، خلاص، المجموعة من الماشينز دول كلهم شغالين بيعملوا نفس التاسك، بيعملوا نفس الحاجة. يعني لو الماشين دي عليها ويب سيرفر فهتلاقي نفس التاسك دي، دي بتعملها ودي بتعملها ودي بتعملها. طيب هو السؤال، أنا ليه محتاج يكون عندي أكتر من مكنة بتعمل نفس التاسك؟ ليه محتاج يكون عندي اكتر من مكنه بتعمل نفس التاسك؟ والله الناس فكروا كده فتره، قال لك بص احنا لو حد فيكم اشتغل بسيسكو، لو حد فيكم اشتغل بسيسكو، كانوا الناس بتاع سيسكو عشان يديك هاي افيلابيليتي للنتورك ايام زمان. طبعا النهارده الكلام ده اتغير، بس خلينا نتكلم كده من 3 4 سنين. لو انت كان عندك راوترين او مالتي لير سويتشز، عندك سويتشين مالتي لير والسويتشين دول عندك متوصلين بشبكه، اهم السويتشين موجودين اهون وموصلهم لي بشبكه كده، وعندك هنا فيلان وعندك هنا فيلان تانية، او عندك شبكه هنا وشبكه تانية خالص. خلاص، وعايز السويتشين دول واحد فيهم برايمري والتاني سكندري، واحد ماستر والتاني سليف. خلاص، طيب عشان تديهم او النتورك دي تكون دايما شغاله، الكلاينت هنا لو عندك يوزر هنا، فاليوزر ده بيخلي المكنه بتاعته بيكون ليها جيت واي، صح؟ ماشي كده؟ طيب السؤال بقى، امتى الكلاينت ده مش هيقدر يطلع بره الشبكه الانترنت هنا؟ امتى الكلاينت مش هيقدر يطلع بره الشبكه عندي؟
والله الحاله الوحيده اللي الكلاينت مش هيقدر يطلع بره الشبكه امتى؟ لو البرايمري ده وقع والكلاينت ما قدرش يكونكت على الجيت واي دي. تخيل انت لو الكلاينت ده عامل كونفيجر للجيت واي بتاعته ان هو السويتش ده، والسويتش ده وقع، فكان في طريقه عشان السويتشين دول او الراوتنج بتاع الشبكه ده يتم عن طريق واحد من الاثنين اللي يكون فيهم اب. ماشي؟ طيب ازاي؟ كان بيستخدم بروتوكول زي ال VRRB او ال HSRB او حاجه اسمها ال GLBB. خلاص ال VRRB وال HSRB وال GLBB كانوا بيعملوا ايه؟ كان بيخلي المكانتين دول كل واحد بيبص على الثانيه كل شويه، كل واحد بيبص على الثانيه، البرايمري يبص على السكندري والسكندري تبص على البرايمري. خلاص بحيث ان لو البرايمري وقع اوتوماتيك ده ياخد الاي بي او البرايمري بتاع الاي بي او الاي بي بتاع البرايمري يشغله عنده وايه ويعيش حياته. يبقى كده الكلاينت كل ما يجي يبص على الشبكه عايز يطلع على الانترنت هيشوف الاي بي ادرس بتاع مكانها من الاثنين دول. ماشي كده؟ ها واضحة كده ظاهرة ولا لأ؟ طيب ثواني نرجع نكمل كده. طيب بص يا سيدي نرجع تاني لموضوعنا كده على السريع. انا قلت لك افترضت معاك افتراض بسيط جدا اللي هو ايه الافتراض ده؟ ان انا عندي شبكه صغيره جدا، الشبكه دي فيها 2 في لان بس، تمام كده؟ عندي سويتش اهو ولاير 3 كمان وده سويتش تاني، كل سويتش فيهم او مش كل سويتش الاثنين متوصلين، ده متوصل بشبكه وده متوصل بشبكه تانية او الاثنين متوصلين بنفس الشبكه. خلاص دي فيلان ودي فيلان تانية خالص، تمام كده؟ والاجهزه دي عايزه بشكل ما معرفش هو ايه الشكل دون يعملوا ايه؟ عايزهم بشكل ما عن طريق السويتشات دي يتوصلوا لي بشبكة تانية خالص. مش عارف انتوا يعني ادي سويتش وادي سويتش. تمام اشتغل اهون، حرف القلم كان اتاكل بس من كتر الكتابة. طيب تاني ادي سويتشين معانا هما،
السويتشين دول متوصلين بشبكتين مختلفتين. الشبكة دي فيها شوية مستخدمين كده، والشبكة دي فيها شوية مستخدمين كده، وفي الآخر في الآخر كلهم عايزين يطلعوا الإنترنت بره. ده الإنترنت كلاود اهي، خلاص. كل يوزر منهم عامل كونفيجر للماشين بتاعته ان يكون ليها جيت واي، صح؟ وليكن الجيت واي بتاع الناس دي كلها او بتاع الناس اللي في الشبكه دي وليكن 192.168 مش عارف ايه دوت واحد، خلاص 192.168.1.1، والجيت واي بتاع الشبكه دي 192.168 مش عارف ايه دوت 3.1، يبقى ده 192.168.1.1 وده 192.168.3.1. دي شبكة ودي شبكة تانية خالص، والاتنين مفصولين عن طريق اللير 2 عن طريق الفيلانز، ماشي كده؟ أهم حاجة للناس دي عشان تطلع إنترنت هيكون إيه؟ هيكون الجيت واي دايما تكون شغالة، صح؟ دايما دايما الجيت واي تكون موجودة. طب إيه المشكلة اللي هتحصل؟ المشكلة لو أنت كنت عامل ده برايمري وده سكندري، خلاص؟ ده واخد الاي بي بتاع 192.168.1.1 و192.168.3.1، بس ده وقع والسكندري ما عرفش ياخد الاي بي بتاع الجيت واي. لو ما فيش اصلا جيت واي موجوده، الناس هتطلع بره الانترنت ازاي؟ يعني واحد عامل كونفيجر للماشين بتاعته ان الجيت واي او الراوتر اللي هيطلعه للانترنت الاي بي بتاعه .3.1، والتاني عامل .1.1، و3.1 ما بقاش موجود و1.1 ما بقاش موجود، هيبقى ايه الحل؟ خلاص الناس دي خلاص بقوا ديسكونكتد، الموضوع منتهي، خلاص. فلو الناس دي كانت بتاكسس سيرفيس معين عن طريق الانترنت كده، السيرفيس دي اللي حصل لها خلاص ما بقتش اكسسبل، الموضوع منتهي. طب عشان الناس تحل المشكله دي، اخترعوا فكره البرايمري والسكندري او الماستر والسليف، ماشي؟ اديها الاسم اللي يعجبك. الفكره اللي قايمه بقى ان انا هشير حاجه اسمها فيرتشوال اي بي، VIP. الفيرشوال اي بي دون هيبقى موجود دايما مع واحده من اللي موجودين، دايما هتلاقيه موجود على الاقل مع مكنه واحده، ممكن يكون مع الاثنين في نفس الوقت، خلاص. وما تشغلش بالك مع الاثنين في نفس الوقت ازاي دلوقتي، بس ممكن يكون مع واحده على الاقل. طب ولنفترض ان هو مع المكنه دي، يعني دي البرايمري. طب افرض المكنه دي وقعت، ايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك هيحصل عمليه اسمها فيل اوفر. عمليه الفيل اوفر دي الريسورس ده، الريسورس اللي اسمه اي بي هنا، هيتنقل من الماشين اللي وقعت دي يروح للماشين الثانيه دي، خلاص. ايوه، الناس كانوا بيسموه فانتوم اي بي، الناس بتوع كانوا بيسموه فانتوم اي بي، ماشي، خلاص كده. فاول ما يتنقل الاي بي للمكنه دي او للسويتش ده او للديفايس دي، ايا كانت سويتش او راوتر، ايه اللي هيحصل؟ هيجي الكلاينت يكونكت. انا عامل كونفيجر للجيت واي بتاعتي اللي هي 1.1، والتاني انا عامل 3.1، ها كده الجيت واي موجوده. يس، خلاص اطلع يا عم على الانترنت واشتغل زي ما انت عايز، وصلت؟ طيب ده كان الفكر الرئيسي بتاع الناس، ان انا هيكون عندي فيرتشوال اي بي وهعمل له شير بين مكانتين. المكانتين دول ممكن يكونوا سويتشين، ممكن يكونوا سيرفرين، ممكن يكونوا 3 4، براحتك. فالناس فكرت، قالت لك بس انا هجيب يا عم سيرفر لينكس واحط عليه اباتشي كمثال يعني، وهجيب سيرفر تاني واحط عليه اباتشي برضو، وهشير فيرتشوال اي بي بين الاثنين، خلاص، ماشي. الفيرتشوال اي بي هخلي ده برايمري وده سكندري مثلا. الفيرتشوال اي بي هيبقى مع ده دايما، لو ده وقع ده ياخد الفيرتشوال اي بي، خلاص. يبقى كده لو انت في عندك ناس بيكونكت من الانترنت على الويب سايت بتاعك، دايما لما حد يجي كونكت اوتوماتيك هيكونكت هنا على الفيرش، هيكونكت هو اصلا الاول، هيكونكت على الفيرشوال اي بي نفسه. الفيرشوال اي بي في الحلقه الاولانيه كان مع البرايمري، مع البرايمري سيرفر، خلاص. طيب في الحاله الثانيه لما ده وقع، الفيرشوال اي بي بقى فين؟ بقى هنا. هتفضل السيرفيس اكسسبل؟ ها، ايه رايك؟ تفضل اكسسبل؟ هتفضل اكسسبل، صح. يبقى انت كده ضمنت افيلابيليتي ولا لا؟ ضمنتها، بس خلي بالك
السيناريو ده سيناريو مثالي جدا، السيناريو ده سيناريو مثالي جدا فوق الوصف بشكل رهيب يعني. عارف ليه؟ انت ممكن تضمن ان الفيرشوال اي بي، ممكن تضمن ان الفيرشوال اي بي شغال زي الفل مع المكنه، بس هتعمل ايه يا معلم لو الاباتشي نفسه هو اللي واقف، لو ده نفسه مش شغال، لو الاباتشي ده كده مش شغال، هيبقى ايه الحل بالنسبه لك؟ قول لي كده، يعني ايه الفائده، استفدت انت ايه، استفدت انت ايه لو كل حاجه تمام بس الاباتشي نفسه مش شغال كده؟ لا عاد عندك هاي افيلابيليتي، ولا عاد عندك كلاسترنج، ولا اي حاجه. طيب هقول لك على سيناريو اسوأ، هقول لك على سيناريو اسوأ. عاده ان الكلاسترز، لو انت عندك اباتشي هنا واباتشي هنا، دي مكنه ودي مكنه ثانيه، غالبا بتلاقي الاثنين بيأكسسوا نفس الشير ستورج، وليكن ان اف اس، الاثنين بيأكسسوا نفس الشير ستورج. خلاص انت عارف ده معنى ايه؟ ينفع مكانتين يعملوا ريد ورايت على نفس داتا في نفس الوقت؟ ينفع؟ ما ينفعش الاثنين في نفس الوقت، هيحصل كوربشن على طول مباشره. فانت في الحاله دي لو عندك برايمري وماستر، او عندك برايمري ماستر وعندك سكندري، البرايمري كان بيأكسس البرايمري، وقع السكندري بيأكسس، وكل حاجه تمام، صح؟ صح ولا غلط؟ تمام. بس تخيل عندك سيناريو أسوأ من كده، البرايمري شغال زي الفل والاباتشي شغال زي الفل، بس الماشين دي مش قادره توصل للستورج نفسها. انت كنت بتسيرف الويب كونتنت عباره عن ملفات بي اتش بي، الملفات دي كانت في فار دبليو 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 اتش تي ام ال، اتش تي ام ال ده كان عباره عن فولدر عامل ماونت، او انت عامل ماونت فيه لان اف اس ستورج، بس الان اف اس ستورج دي ما بقتش اكسسبل للماشين دي. هل انت برضه استفدت حاجه ان انت عندك السيرفر شغال والاباتشي شغال بس الستورج مش اكسسبل؟ سيناريو من السيناريوهات، ها؟ ده سيناريو من السيناريوهات بس. ايوه، بتلبس نفسك تلبيسه ما حصلتش. خلاص؟ الخازوق اللي هنا ما جاش من ناحيه السيرفيس نهائي، وما جاش من ناحيه الفيرشوال اي بي، بس جالك من ناحيه الباك اند بتاعتك، الستورج باك اند نفسها فيها مشكله. خلاص؟ فالموضوع بقى اعقد بكتير من انه الموضوع مجرد عباره عن فيرشوال اي بي وبتشير بالمكانتين. لو الموضوع عباره عن فيرشوال اي بي وبتشير بالمكانتين، الموضوع يبقى سهل جدا وانتهى على كده، بس الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. الموضوع دلوقتي بقى بتتكلم على ريسورسز، وحاجه اسمها ريسورس جروب. خلاص يعني تعالى كده انا هتكلم بقى على حاجه جديده خالص دلوقتي. انا بتكلم دلوقتي على فكره، انا عندي ريسورس عايز يكون اب، ريسورسز، وكمان الحاجه الثانيه الريسورس جروبس. ده انا عايز اضمن دايما ان مش بس كومبوننت واحد موجود على السيرفر ده، لا ده انا عايز اضمن 3 4 حاجات مع بعض. خلاص الريسورسز مثلا زي الفيرتشوال اي بي، الفيرتشوال اي بي ده عباره عن ريسورس. اديك مثال لريسورس كمان، ريسورس كمان يا سيدي زي الاباتشي، ريسورس ثالث زي الان اف اس سيرفر او الان اف اس شير، ده ريسورس ثالث. خلاص لكن الريسورس جروب بقى ده انا عايز اقول له لما تشغل الاباتشي لازم الثلاثه يكونوا مع بعض موجودين على الماشين الفلانية، التلاتة لازم يكونوا مع بعض. ما ينفعش تيجي على مكنة تديها الفيرشوال اي بي بس مش قادرة توصل للستورج، ولا مكنة تانية معاها فيرشوال اي بي وقادرة توصل للستورج بس ما عندهاش اباتشي. ما هو اصلا في الاخر انت اللي يهمك ان السيرفر يكون شغال، ولا السيرفيس تكون اكسسبل للاند يوزر. اهم حاجة بالنسبة لك ان السيرفيس تكون اكسسبل للاند يوزر. انا اهم حاجة عندي السيرفيس تكون شغالة واكسبه للاند يوزر، مش موضوع عباره عن السيرفر شغال. ما ممكن يكون السيرفر شغال بس الاند يوزر في الاخر مش بياخد اللي هو عايزه، الاند يوزر مش قادر تعمل له سيرف لملفات البي اتش بي اللي هو بيأكسسها، صح؟ طيب الريسورس جروب كمان ممكن اخلي الموضوع اعقد واقول له وانت بتبدا، لو سمحت وانت بتبدا ابدا بالترتيب ده،
شوف ال NFS الاول، خد الشير منه، بعد كده شغل الاباتشي، بعد كده اعمل ايه؟ شوف الفيرشوال اي بي. خلاص كده؟ يعني هتبدأ تحط له ترتيب كمان. يبقى فكرة الريسورسز والريسورس جروب واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ الريسورس والريسورس جروب واضحة؟ هنرجع لها تاني، أنا لسه بفتح لك مواضيع، لسه بنفتح مواضيع. خلاص؟ يبقى كل فكرة الريسورسز إن أنا عندي أكتر من كومبوننت لازم يكونوا موجودين على سيرفر معين عشان أقول إن السيرفر ده بيميت الكريتيريا اللي أنا عايزه يكون موجود بيها وهو شغال. يعني إيه؟ يعني أنا عندي أباتشي مثلا، الأباتشي ده محتاج الـ NFS شير ومحتاج الأباتشي سيرفيس ومحتاج الـ Virtual IP. لو أي واحد من الثلاثة كومبوننتس دي في مشكلة، يبقى أنا كده بقول إن في مشكلة في السيرفيس نفسها، السيرفيس كلها واقفة. يعني لو الـ NFS مش اكسسبل السيرفيس واقفة، لو الـ Virtual IP مش اكسسبل السيرفيس واقفة، لو الأباتشي مش شغال وفي مشكلة فيه السيرفيس برضه واقفة. لأ، أنا عايزه لما يشتغل يشغل لي الثلاثة مع بعض ويشغلهم بسيكونس معين كمان. خلاص كده؟ يبقى Resource Group هضم أكتر من كومبوننت مع بعض وهديهم ترتيب معين هما بيشتغلوا وترتيب معين كمان لما يجوا يقفوا، بحيث ان انا اضمن ان السيرفيس هتكون شغاله. انا ما يهمنيش الابلكيشن نفسه يكون شغال قد ما يهمني السيرفيس نفسها تكون شغاله. السيرفيس يعني الحاجه اللي الاند يوزر عايزها هنا بالتحديد. السيرفيس هنا مش معناها ان اللي هي الاباتشي سيرفيس، لا، السيرفيس معناها الحاجه اللي اليوزر عايزها، الحاجه اللي اليوزر هيأكسسها عندك. خلاص؟ وضحت الفكره؟ الويب سايت مثلا، اليوزر في الاخر عايز الويب سايت يكون شغال. لو افترضنا الموقع بتاعك يا عم بيقدم اغاني وافلام والعاب، في الاخر الاند يوزر عايز يخش يلاقي اللينكات وقاعد يشتغل. اليوزر هيستفاد ايه لما يفتح الويب سايت بتاعك يلاقي الويب بيج بتاعتك بلانك ويب بيج؟ هيستفيد ايه؟ هيستفيد ايه لما يلاقي 404؟ تكنيكالي الاباتشي شغال، بس هل السيرفيس موجوده؟ هل السيرفيس شغاله؟ هل السيرفيس بتسيرف الاند يوزر؟ لا. برافو عليك، ايه اللي انت عملته بقى انت كده؟ خلاص؟ ماشي؟ ها، وضحت الفكره دي؟ طيب، كلام جميل. تعال نرجع كده للماشين اللي احنا كنا شغالين عليها ونشوف ربنا كرمها وصلت لفين. دي خلصت اهي. تعال نعمل لها ريبوت كده ونبدا ايه نشغلها. هنبدا نحط عليها ماشين واحده ونبدا نعمل لها كلون لأكتر من ماشين عشان ننجز بسرعة معانا. ماشي كده؟ حاضر، هنبدأ فيه أهو. ثانية واحدة بس، الماشين هتبدأ، أول ما هتبدأ على طول هسيبها تنستول وهنبدأ نتكلم في الكلاسترز وأنواعهم. بص، مش عارف ونز ازوري هيسبورت لك المالتي كاست ولا لا. لو عندك اكونت من ازوري وعندك، لو بيسبورت المالتي كاست طبعا ممكن، مفيش اي مشاكل خالص. هرجستر في وقت تاني، متشكرين يا عم. وتعالوا نبدأ ايه، نبدأ كده.
كارت يوزر بسيط كده بسرعة شغال برضو نفس تايم زون. نيكست ابدأ اشغل المكنة دي عندنا، وبسم الله الرحمن الرحيم يلا كده نبدأ نسمي ونايه ونبدأ الشغل بتاعنا. تعال كده شوية حاجات هبدأ اعملها عندي وانا شغال مع في ام وير الظريفة دي. هقفل جيتنج ستارتد ده، مش عايزها في اي حاجة، شكرين يا سيد. تعال نفتح التيرمينال كده بقى ونبدأ نبدأ نشتغل. بداية يا سيدي في شوية حاجات كده لازم تعملها الأول أول ما تشغل الفيرتشوال ماشين، زي إيه مثلا؟ زي مثلا عندي كده أقول له في إم وهقول له ريانستول في إم وير تولز. تعال نكبر هنا كده مرة تانية وتعال انستول في ام وير تولز لانها هتسرع معاك الدنيا كتير جدا وتشغل مع في ام وورك ستيشن. الفي ام وير تولز بتسرع لك الدنيا جدا وانت شغال. وتعالى كده اقول له حلو جدا ماونت ديف سي دي روم تحت ام ان تي سي بي ام ان تي في ام وير، احطها في سلاش تم سلاش temp tar extract file، والفايل ده compressed. ها extract vmware tools وبعد كده cd vmware tools dash dist distribution يعني disturb dot slash vmware install dot pl. ده عبارة عن Perl script. بيقول انت عايز تكمل installation. ايوه هكمل installation. هتشألك شوية اسئلة. خليك ماشي معايا يا عم للاخر وينجز. ممكن تحط له داش دي او داش داش ديفولت وهيشتغل معاك على الديفولت اوبشنز. عارف والله الاوبشن ده. خلاص دي اول حاجه عندنا. الحاجه الثانيه يا سيدي هنبدا نسيت اب الريبوزيتوريز بتاعتنا. هنبدا نعمل سيت اب للريبوزيتوريز بتاعتنا اللي موجوده. ماشي وتعالى اعمل حركه كده ظريفة زي ايه مثلا السي وهنا في تيرمينال تاني كده على ما ربنا يكرم التاني ده ويخلص. حلو اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي هقول له كده فيم لوكال دوت ريبو. هعمل ملف جديد وهعمل في ريبوزيتري موجودة عندي الريبو دي وليكن هسميها سميها لي اسمها ارهل. البيز يو ار ال بتاعها ام ان تي انيبلد بواحد والجي بي جي تشيك برضو بواحد. خلاص كده تعال نشوف التانية دي خلصت ولا ايه. التانية خلصت ربنا كرمها هي. تعالى cd amount mnt خلاص مبقتش mounted. فضلنا الخطوة اللي بعدها على طول مباشرة نعمل ايه؟ نبدأ نستبر الريبوزيتوريز بتاعتنا واحنا شغالين. تعالى كده setting عندي وادي ملف الايزو بتاعي بتاع ريد هات. هخليه connected هنا كده وهقول له ماشي. كلام جميل. وماونت ديف سي دي روم تحت ام ان تي سي دي روم الثانيه هو الانستولر بتاع ريد هات او اسف الانستوليشن سورس بتاع ريد هات. يو ماونت ام ان تي
نعمل لها كونكت مرة تانية. احيانا في امور بتبقى تهيس كده، فايه شيل السي دي وحطها مرة تانية عشان بس ما حدش يتخض وانت شغال. احيانا بتحط الاسطوانة جوه الماشين وتيجي تشتغل معاها، احيانا بتبقى مهيسة يعني، فايه شيلها وحرك حطها مرة تانية اكتر ولا اقل. نفس الخطوات ما انت مرة تانية. الاس المرة دي ملفات موجودة هي. تعالى كده اقول له يم مثلا سيرش HTTPD على السيرفر ده. خلاص كده الريبوزيتوري عندي اشتغلت تمام، بدل ما جاب معلومات يبقى كده زي الفل. تعالى كده يم داش واي انستول HTTPD. طلع عندي بيقول لي انت لازم تعمل تشيكنج للباكجز، بس الباكج دي مش سايند او انت معكش الكي بتاع ريد هات. فممكن اقول له كده rpm داش داش امبورت سلاش mnt rpm gbg داش كي داش ريد هات داش استريك كل ريد هات كيز اللي حطها لي مع الاسطوانه. وتعالى كده انستول بقى المره دي. كنت ممكن اعمل له بوينت لملف الجي بي جي موجود فين، في ملف اللي موجود جوه يم دوت ريبوز دوت دي جوه اي تي سي يم دوت ريبوز دوت دي. كنت ممكن اقول له الجي بي جي كي فايل فين، في الحته الفلانيه، بس يعني انجز نفسي يعني، مش عايزين نضيع وقت اكتر. تقل الخطوات عدينا على قبل كده في الار اتش سي احنا بنشرحها، بس ننجز نفسنا اكتر او اسرع. طيب تعالى كده ممكن اقول له cd slash var www.html وهاجي mkdir rhel. وبعد كده يا سيدي هعمل ايه كمان؟ اللهم صل على النبي. system control enable httpd.service. وسيستم كنترول ريستارت httpd.service. خلاص كده تعالى كده سيستم كنترول ستاتس httpd.service running كل حاجة تمام؟ ها شغال؟ تعالى كده اقول له ifconfig الاي بي اللي موجود عندي. انا عندي 192.168.128.128. طيب كلام جميل. nmc li connection show تمام، عندي كونكشن ايثرنت اللي موجود اهون. طيب ممكن اقول له كده يم سيرش كي في ام ويم سيرش كمان ليفرت سلام. ممكن اعمل ايه كده يم انستول فيرت مانجر وليبفيرت داش ديمون. ليبفيرت ايه اللي احنا عايزينه من هنا يا سيدي؟ ليبفيرت بس. طيب تعالى نعمل لهم انستول كده عندنا libvirt وvirt manager وvirt manager common وبايثون اي بي ادرس، كل دول هيتسطبهم. حلو جدا ماشي. كنا اقول له كمان يم سيرش كي في ام، تعالى كده نشوف شويه تولز يمكن حاجه تنفعنا. ماشي يم انستول كيميو او كيميوليتور KVM. ايه كمان يا سيدي اللي كان موجود؟ هات لي التولز بتاعته. موجودة اصلا. طيب حلو جدا ده كلام زي الفل. تعال بعد كده نشوف الفيرت مانجر بقى utilities كده او system tools virtual machine manager هون. انا كده عندي اللوكال هوست حاليا، ممكن انستول virtual machines عليه بكل بساطه وبكل سهوله. صعبه الخطوه دي؟ ها حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته؟
حد عنده اي مشكلة في اللي انا عملته؟ ها، حلو جدا. فاضل لنا بس حاجة كمان، تعال ننزل كده تحت، يم سيرش بريدج داش يوتيلز، يم داش واي انستول بريدج داش يوتيلز. انستول ده عندي وده شيء ممتاز. خلاص هاجي اعمل له ايه كده؟ ان ام سي ال اي كونكشن اد، هقول له التايب بتاعك يا سيد، التايب بتاعك هيبقى بريدج. ايه كمان؟ الكونكشن نيم هسميه بي ار 0، الانترفيس نيم هسميه برضو بي ار 0. اوتو كونكت، ايوه ايه تاني؟ بس كده تمام. خلاص ان ام سي ال اي كونكشن شو، انا عندي اتنين كونكشنز. طيب سي دي اي تي سي ام دوت ريبوز دوت دي، لا اسف، سي دي اي تي سي سيس كونفج نتورك سكريبت فيم اي اف كونفج داش اي ان او، ده تايب ايثرنت، البوت بروتو بتاعه بنن، ديفولت راوت بي اس ماشي، ابي فيرجن 4 ابي فيرجن 6 نيم كذا. طيب ممكن اجي هنا واقول له، اضيف له بس كده في الاخر، هقول له بريدج بي ار 0. خلاص كده وفيم اي اف كونفج داش بي ار 0 ده ديفايس بريدج، الديفايس ما بي ار 0 اس تي بي اس تايب بريدج بوت بروتو نيم بي ار 0 اون بوت بي اس، ده كلام جميل. فاضل لي بس كده ممكن اقول له ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي اي ان او ده اي بي في 4 دوت ميثود خليها لي نون، حلو ما ينفعش نون، خليها مانيوال. فيل تو موديفاي، يبقى اي اف كونفج مفيش حاجه اسمها نون في الجديد. طيب انت زعلان ليه؟ طيب مش خلينا دي اتش بي كده. طيب ان ام تي يو اي ماشي، عندي بي ار 0 حلو، اي بي فيرجن 4 خليه اوتوماتيك. طيب كلام جميل كده.
ان ان ام سي ال اي كونكشن شو ان ام سي ال اي كونكشن داون اي ان او وكونكشن داون كمان لبي ار 0 ان ام سي ال اي كونكشن اب بي ار 0 ان ام سي ال اي كونكشن شو ان ام سي ال اي كونكشن اب اي ان او ده عادي، كنت ممكن تروح لان ام تي اي وتضيفه عادي، يعني ايه المشكله؟ انت عايز تقول ان البريدج ده مربوط بالكارت الشبكه ده صح؟ الكارت هيعرف ازاي ان هو مربوط بالبريدج ده؟ اكيد مش بيخمن يعني، ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ اه انت عملت بريدج صح؟ يعني احنا في الخطوه اللي فاتت ديت لو رجعنا كده فوق بسرعه فين يا اهو اهو انا عملت بريدج اهو صح؟ البريدج ده عارف ان هو مربوط بانهي كارت؟ هيعرف ازاي ان هو بانهي كارت صح؟ لو انت عندك اكتر من كارت مش هيعرف صح؟ اكيد مش بيجس مش بيخمن لوحده يعني. فانت لازم تقول له لازم تقول الكارت انت مربوط بانهي بريدج بالظبط. ان ام سي ال اي خلي ده 100 ماشي الورك ستيشن عندي اي بي 100 سلاش 32 الاول الراوت كمان من الديفولت جيت واي بتاعتي اه 182.2 دي الجيت واي ايوه ايه كمان اي بي في 4 مانيوال ايه كمان ادينا له اي بي وادينا له جيت واي والنت ماسك ايه تاني IPv4.DNS برضو هو نفس الجيت واي بتاعتنا خلاص كده فاضلنا ايه كمان
حلو، عندنا اوتو لينك لوكال مانيوال شيرد وديسيبلد. ومين كمان؟ نعم، لا المالتي كاست طبعا هيبقى على البريدج يا معلم، احنا من اول ما نعمل البريدج ونبدأ نشغله خلاص كل حاجة هتبقى على البريدج. ماشي، على ما نظبط بس البريدج تعال نروح لفيرشوال ماشين مانجر هنا نبدأ انستليشن، عشان انستليشن بياخد وقت بعد كده هنظبطه. فاضل لنا كمان في حاجة بس عايز أقولك عليها هنا وأنت شغال. نعم، عادي يعني براحتك اعمل له جو اي كوماند لاين يا عم. يا عم لما نيجي المالتي كاست هقولك عليه، ما تشغلش نفسك مالتي كاست خالص دلوقتي، لما نيجي المالتي كاست هقولك عليه. ماشي، ما تشغل نفسك مالتي كاست. بس في حاجة عايز أقولك عليها، إن كان في باج في فيرتشوال ماشين مانجر هنا لو أنت اشتغلت باللوكال سي دي او دي في دي روم، خلاص فالناس خلوها ديمت اصلا عندك مش عارف تشتغل بيها خالص. فانت اسهل حاجه ليك وانت شغال تعمل ايه؟ ارجع هنا كده، اسهل حاجه ليك فين يا عم؟ ملف الايزو بتاعنا هنا اهون. انا عندي مثلا اهو ارهل سيرفر 7.1 حاجة كده وأريح دماغي خالص. مفيش بيست. طيب ممكن أعمل حاجة أظرف أسرع لي من الكلام ده كله، أجي هنا كده وأروح لموبا إكسترن إيه المشكلة أقول؟ انا فصلت الكونكشن. طيب حلو، برافو عليا. ان ام سي ال اي كونكشن موديفاين او اي بي في 4 دوت ميثود اوتو كونكشن داون ان او خلاص كده. حلو جدا، خد الاي بي اهو وكل حاجه تمام. هو لسبب ما مش عارف يكونكت عليه برضه، اكيد انا لاعب في حاجه هنا. virtual network editor عندي جدا. انا عندي يا سيدي 192 68 88 188 مظبوط.
ماشي ده كونكت ده هون خلاص. ده كلام جميل، نقفل ده بقى كده. شكرين يا سيد. هبدأ اعمل له كوبي هون ويبدأ يتنقل من غير اي مشاكل. بدل العذاب اللي احنا موجودين فيه ده، ها تمام كده. تعال نكريت الفيرشوال ماشين عندنا كده، راحت فين اهي. تعال نكبر دي كده. الفيرشوال ماشين مانجر بتاعي لا، لازم تكون ملف الايزو موجود عندنا الاول عشان نبدا الانستليشن. ماشي نعم، عملت بريدج وشلته، هعمله تاني حالا، ثواني بس، عملت بريدج وشلته، بس لا أكتر ولا أقل. الخطوة اللي هعملها بعد كده بكل بساطة ان انا هانستول فيرشوال ماشين واحدة بس، وبعد انستول فيرشوال ماشين واحدة دي هبدأ اعمل منها كلون لاربعة فيرشوال ماشين زي ما هم الكلاستر بتاعي وانا شغال. ماشي كده؟ واضحة؟ طيب حلو جدا. تعال نتكلم كده بقى بسرعة على انواع الكلاسترز اللي موجودة. خلاص؟ كنا فتحنا الموضوع كده من شوية على ما ربنا يكرم بيه كده وتخلص. أنواع الكلاسترز اللي موجودة عندنا، ها إيه أنواع الكلاسترز اللي موجودة؟ ناس اتكلمت وقالت في عندنا حاجة اسمها هاي برفورمانس كلاسترز. خلاص؟ وفي ناس تانية قالت ها في لود بالانسنج. وفي النوع الثالث اللي هو الهاي افيلابيليتي كلاستر. يبقى في حرفيا او في فعليا عندنا في ثلاث انواع من الكلاسترز. في الهاي بيرفورمانس، الهاي بيرفورمانس دول بيسموها الجريدز او الجريد، جريد كومبيوتنج. ايه موضوع الجريد ده؟ الجريد ده بكل بساطه ان انت عندك مكنه واحده أو عندك مجموعة مكن بالمنظر ده، ماشي؟ كل واحدة فيها مثلا وليكن 128 جيجا رام، وعندك كل واحدة فيها 6 كور. عندك كم مكنة هنا؟ 5. اضرب لي، أو عندك 4 مكنات أو خليهم 6، ها عندك 6 مكنات. كل واحدة فيهم فيهم 128 جيجا رام، وكل واحدة فيهم 6 كور للبروسيسور. ماشي؟ فأنت لما بتعمل هاي بيرفورمانس كلاسترنج بتجمعهم كلهم مع بعض كانهم ماشين واحده. خلاص؟ يعني في الاخر هيوصل لك في النهايه يبقى معاك تيرا ونص رام المجموع، ومعاك 1 2 3 4 5 6
وعندك 36 كور كأنهم في مكنة واحدة، ماشي كده؟ ماشي بالظبط زي الكونسبت بتاع الريد زيرو. لا ده ملوش دعوة بده خالص، لا ما تدخلش مفهوم الريد او الستورج في مفهوم الكمبيوتينج خالص، لان ما لهمش علاقة ببعض. ماشي طيب نكمل. من الواضح ان في باج في ادوبي كونكت، احنا اصلا بنستخدم ويندوز عشانه وفي الاخر في باج فيه. طيب ما علينا نكمل. طيب نكمل. يبقى الهاي برفورمانس كلاسترز دول كل وظيفتهم في الحياه ان انت تجمع اكتر من مكنه مع بعض، او تجمع الريسورسز بتاعت اكتر من مكنه مع بعض عشان في الاخر تاخد حاجة عملاقة هي مجموعهم كلهم مع بعض، ماشي كده؟ ماشي؟ طيب كلام جميل. ده الهاي برفورمانس كلاسترز، واشهر مثال موجود فيهم حاجة اسمها البي وولف كلاسترز. خلاص لو حد فيكم سمع عنهم بي وولف كلاسترز، فاكرين الفيلم بتاع بي وولف؟ لو حد فيكم فاكر الفيلم ده، كان فيلم انمي موجود قبل كده من زمان، ما اعرفش كنت شفتوه ولا لا. ايوه مش بي، مش كون ذئب يعني، انت كده بتألف يعني، ما علينا. المهم ان البيول في كلاسترز دول هما يعني من الاخر انت بتحاول تبني سوبر كمبيوترز بس بكل بساطه، ماشي؟ طيب ده الهاي برفورمانس كلاسترز. النوع الثاني اللود بالانسنج، واللود بالانسنج ده بسيط جدا. ازاي يا عم؟ انت عندك، تعال امسح ده كده، انت عندك ايه هنا؟ وليكن عندك ويب سيرفر هنا، وعندك ويب سيرفر ثالث، أداة ويب سيرفر، وأداة التاني، وأداة التالت، وأداة الرابع. خلاص أنت عندك الويب سيرفرز دول كلهم بيخدموا موقع عملاق، وعندك كمية مستخدمين كتيرة جدا محتاجين يأكسسوا السيرفرات دي في نفس الوقت، ماشي؟ وليكن عندك يا سيدي 5000 يوزر محتاجين يأكسسوا الأربع سيرفرات دول في نفس الوقت. طبعا لو عندك 5000 يوزر وعايز ال 5000 يأكسون الاربع سيرفرات في نفس الوقت، فانت كده بتعمل عمليه انتحار فعليا للسيرفر. خلاص؟ خصوصا لو السيرفر بتاعك ده امكانياته مش عاليه. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. طيب السؤال بقى، هيبقى ايه الوضع في الحاله دي؟ هيبقى ايه الوضع معاك في الحاله دي؟ ازاي هتحل المشكله دي؟ عندك 5000 مستخدم كلهم عايزين يخشوا اكسلوب سيرفر بتاعك، فانت هتعمل ايه؟ بص من اسمها لود بالانسنج، هقسم اللود. بص كده، انا هروح جايب كده مكنه في الاول هنا، المستخدمين يجوا كونكت الاول. لما يجي كونكت، ادي الناس قاعده في بيوتها، يعني كلهم جايين من الانترنت، عندك كلاود كبيرة جدا اهي، شكلها هيخض اساسا، جايلك منها 5000 مستخدم. المستخدم الاول جاي اهو، هيكونكت الاول على الماشين دي. الماشين دي كده تروح تبص، هيا يا اولاد مين فيكم اللي فاضي؟ المكنة دي مليئة، وليكن دي تقول لها انا فاضية، تروح بعت اليوزر الاولاني للمكنة دي. خلاص؟
طيب جالك مستخدم تاني، ها اهو مستخدم تاني اهو، هتروح بعتها المرة دي للمكنة دي. جالك مستخدم تالت، هتروح بعتها المكنة دي. جالك مستخدم رابع، هتبعته للمكنة دي. خلاص كده زي الاتش اي بروكسي. ايوه الله يفتح عليك، زي الاتش اي بروكسي. ماشي. فايه اللي بيحصل؟ بدل ما كان اللود كله بيروح على مكنه واحده، بقى اللود كله، كل وظيفه اللود بالانسر ان هو يعمل ايه؟ بيستقبل ريكوستات ويبعتها لاول مكنه فاضيه تقابله. خلاص كده؟ بحيث انه يقسم اللود على المكن اللي موجود. زي فارنش، الله يفتح عليك، فارنش بيعمل الحكايه دي برضو. ماشي؟ ممكن ساعات الناس بيستخدموا انجن اكس برضو. ماشي. طيب كلام جميل. ده اللود بالانسنج كلاستر. يبقى الهاي برفورمانس بجمع اكتر مكنه مع بعض كريسورسز، وفي الاخر بحصل على سوبر كمبيوتر. اللود بالانسنج لا، انا بحط مكنه في الاول خالص قبل مجموعه مكن موجودين عندي، هي تستقبل اللود عنهم وتروح عامله تقسم اللود ده وتوزع اللود عليهم. خلاص كده. طبعا في اكتر من بروتوكول وانت شغال، او في اكتر من طريقه وانت شغال توزع اللود. ازاي؟ هل توزع اول مكنه فاضيه او اول مكنه تقابلك فاضيه، ولا توزع بالتساوي، ولا تعمل ايه؟ في منها حاجات كتير قوي بقى من جوه. يعني اللود بالانسنج من جوه حدوته لوحده، فيلم هندي تاني. خلاص ماشي. طيب دول النوعين. النوع الثالث يا ريس هما الهاي افيلابيليتي كلاسترز. النوع الثالث هما الهاي افيلابيليتي كلاسترز. خلاص كده. الهاي افيلابيليتي كلاسترز دول اللي احنا هنشتغل عليهم. انت عندك ماشين موجوده اهي، وعندك ماشين ثانيه موجوده. وعندك ماشين ثالثه موجوده، وماشين رابعة موجودة. هتبدأ هتشغل السيرفيس على واحدة بس. لو دي وقعت أو دي حصل لها أي شرط من الشروط مش متحققة فيها، وليكن مثلا مش عارفة تاكسس الستورج، وليكن الأباتشي وقف عليها، أي حاجة هقول لها اقفي اركني عندك على جنب، ها اللي بعده، وانتي اعملي ريستارت. الكهرباء قطعت بقى ماليش دعوه، المهم ان هو في اي شرط مش شرط اللي انا هبدا احطها لها ما تحققش، اوتوماتيك هفصلها من الكلاستر واشغل السيرفيس على مكنه ثانيه. خلاص ماشي. واضح الفكره دي؟ يبقى انت في عندك ثلاث انواع حاليا. الهاي افيلابيليتي من اسمه الهاي افيلابيليتي معناها ان هو السيرفيس هتكون شغال على مكنه واحده، واوتوماتيك هنقل السيرفيس المكنه دي احطها على مكنه ثانيه. خلاص كده ماشي. طيب اللود بالانسنج لا، لا انا هبدا اقسم اللود واوزعه على اكتر من مكنه. طبعا هيكون عندك داون تايم، بس الداون تايم بتاعك هيكون مينيمال داون تايم، اللي هو الوقت اللي هيستغرقه او هيستخدمه عشان ينقل السيرفيس من مكنه لمكنه ثانيه. خلاص. الداون تايم ده ممكن يكون يعني ثواني، يكاد يكون 3 ثواني تقريبا او 4 ثواني، ده كل الداون تايم. خلاص. بالمناسبه في الهاي افيلابيليتي في اكتف اكتف كلاسترز وفي اكتف باسف كلاسترز. من اسمهم الاكتف اكتف معناها السيرفيس بتكون شغاله على الاربع مكانات وما يكونش في داون تايم في الوقت دون، وفي الاكتف باسف اللي هي السيرفيس تكون شغاله على مكنه واحده بس، ولو السيرفيس حصل لها اي مشكله او الريسورس جروب كله حصل له اي مشكله بينقل على مكنه ثانيه من اللي موجودين. خلاص. ده من النوع الثالث الهاي افيلابيليتي، في منهم اكتف اكتف وفي منهم اكتف باسيف. خلاص. طيب الحاجه الاخيره بس عشان اخلص من الموضوع ده وانواع الكلاسترز وكلام من ده. عاده اللود بالانسنج كلاسترز الناس مش بيجيبوا لود بالانسر واحد. المكنه اللي بتعمل لود بالانسنج اسمها لود بالانسر. عاده الناس ما بتجيبوش لود بالانسر واحد، الناس بيجيبوا اكتر من لود بالانسر، على الاقل اثنين، والاثنين لود بالانسرز دول عشان لو واحد وقع الثاني يفضل موجود. ما انت ما تحليش مشكله اللود بالانسنج وتخلي لي في سنجل بوينت اوف فيلير.
خلاص. يعني لو انت افترضت، تعال نرجع كده الموضوع اللود بالانسنج، هنا كان عندك اربع مكانات اهم واليوزرز بيكونكت عليهم، وبجيب مكان انا في الاول اسمها لود بالانسر، خلاص كده. اللود بالانسر لو ده وقع ايه اللي هيحصل؟ مش هتعرف تاكسس اي مكنه من الاربعه. فالناس عاده بيجيبوا اتنين هنا بحيث ان توفر الهاي افيلابيليتي، وفي نفس الوقت يكون في لود بالانسنج، خلاص كده ماشي. اللود بالانسر نفسه ممكن تستخدم هاي افيلابيليتي ولود بالانسنج الاثنين مع بعض، يعني في ناس بتستخدم الاثنين مع بعض، واضحه؟ طيب كلام جميل. تقريبا ده كده انواع الكلاسترز. الحاجه اللي بعد كده بقى، قبل ما نبدا كلاسترنج خالص بقى، قبل ما نبدا ونعمل اي حاجه خالص خالص، عايز اقول لك بس على معلومه صغيره خالص، او مش بلاش معلومه، هي مش معلومه، هو اسلوب تفكير. اسلوب تفكير بصراحه، يعني خليك منطقي برضو. يعني ما انت ما تجيش تقول لي انا هعمل كلاسترنج للدي ان اس، يعني بذمتك بذمتك انت اصلا محتاج تعمل كلاسترنج للدي ان اس؟ سيرفيس زي الدي ان اس مثلا محتاج تعملها كلاسترنج؟ سؤال. يعني مش عارف، بس يعني بحس ان هي حركه غبيه جدا. اذا كان اصلا الدي ان اس، انت ممكن عند الكلاينت نفسه، ممكن عند الكلاينت نفسه تكونفيجر برايمري دي ان اس وسكندري دي ان اس ودي ان اس تالت ودي ان اس رابع، براحتك زي ما انت عايز، صح؟ ماليش دعوه بماستر ولا سليف، انت ممكن تخليه ماستر ممكن تخليه سليف. خلاص. ف مثلا حاجه تانية زي ال داب مثلا، ال داب، ال داب ده هل انت محتاج يكون في عندك كلاسترنج ال داب بامانه، او تشغل هاي افيلابيلتي سيرفيس مع ال داب؟ بلاش كلاسترنج دي، هل يعني هل من المنطقي تشغل هاي افيلابيلتي سيرفيس مع ال داب؟ بصراحه صراحه يعني انا مش شايفها منطقيه، لان سيرفيس ال داب اصلا فيها بلت ان، فيها بلت ان كلاسترنج ميكانيزم. يعني انت ممكن تيجي على ال داب سيرفر او ال 389 سيرفر بتاعك، خلينا ناخد 389 كاكزامبل، كنت تيجي على ال 389 سيرفر بتاعك ده يا ريس، وايه وتكونفيجر مالتي ماستر ريبليكيشن او ماستر سليف ريبليكيشن، وتيجي على الكلاينت تكونفيجر تقول له انت هتبص على الماستر الفلاني، خلصت وما لقيتش الماستر ده، او روح على السيرفر الفلاني، ما لقيتش السيرفر الاولاني روح على السيرفر الثاني، ما لقيتش روح على السيرفر الثالث. فعاده خليك ذكي شويه، يعني مش اي حاجه كده ترميها على الكلاستر وتقول اه الكلاستر رايح يحل المشكله. بكل بساطه لو الكلاينت نفسه عنده ميكانيزم ان هو يسلكت من اكتر من سيرفر، فالكلاسترنج ملوش اي لازمه، خلاص ماشي كده. يبقى لو الكلاينت عنده سيرفيس، او الكلاينت عايز ياكسس سيرفيس، والسيرفيس دي ممكن ياكسسها عن طريق برايمري سيرفر وسكندري سيرفر وثيرد سيرفر وفورث سيرفر وفيث سيرفر، وانت ممكن تكونفيجر الكلام ده بايدك، ما تكونفيجر عند الكلاينت وخلاص، ماشي كده. بل بالعكس، احيانا بيكون ده افضل من انت تعمل كلاسترنج. انت عارف ليه؟ عشان انت ممكن تعمل سيرفرز مختلفين عن بعض يقوموا بادوار معينه في اماكن مختلفه. الكلاسترز مش هتحقق لك الحكايه دي، او الكلاسترز صعب جدا تحقق الحكايه دي، لان عاده الكلاسترز بتكون موجوده في نفس المكان. فلو انت عامل كلاسترنج لداتا سنتر، والداتا سنتر دون كله وقع، انت عامل كلاسترنج وداتا سنتر، والداتا سنتر ده فيزيكالي كده كهرباء فصلت عنه، ها، واليو بي اس فصل عنه، ايه اللي هيحصل للسيرفيس كلها بالكامل؟ مع السلامه. لكن انت لو الكلاينت عندك بيسبورت ان هو يكونكت على اكتر من سيرفر، ممكن تكونفيجر ان الكلاينت عندك يكونكت على الداتا سنتر الاولاني على سيرفر فيه، وبعد كده يكونكت على الداتا سنتر الثاني على سيرفر فيه، وبعد كده يكونكت على الداتا سنتر الثالث على سيرفر فيه، بحيث ان انت يكون عندك الكلاينت نفسه، يبقى بتحل من عند الكلاينت نفسه، مش مشكلتك عند السيرفر، لا انت بتحلها اصلا من البدايه، ما بتديش اصلا وقت للمشكله ان هي تظهر عندك، خلاص كده. دي بس حاجه بس حبيت اوضحها في الاول. انا عارف ان هي في الاول بيبقى يعني انت عشان كلاسترنج عشان تحل مشكله، لا ما هي اصلا مشكله ليها حل اساسا موجود، خلاص. فعاده لما تيجي تستخدم الكلاسترنج استخدمه مع سيرفيس، مع سيرفيس الكلاينت مش هيقدر يتحكم فيها ولا يقدر يكنترول عليها ولا يقدر يقول حتم السيرفر الاولاني لو ما عرفتش حتم الثاني،
وليكن مثلا سيرفيس زي الاباتشي، سيرفيس زي الماي سيكوال مثلا، سيرفيس زي الاوراكل، سيرفيس زي البوستجريس سيكوال، سيرفيس زي الانجن اكس. الان تي بي اليوزر ممكن يتحكم فيها، اه انت ممكن كيوزر تقول له انا عندي برايمري وسكندري ان تي بي، طب وليه الدي ان اس؟ يعني ليه الدي ان اس؟ خليك منطقي. الاف تي بي اه ممكن، انما الدي ان اس، الدي ان اس اليوزر ممكن يتحكم فيه صح، والان تي بي اليوزر ممكن يتحكم فيه. هل انت محتاج تعمل هاي افيلابيلتي عليه فعلا؟ هل انت محتاج؟ والله فعلا انت مش محتاج، انت اصلا مش محتاج. خلاص طيب كلام جميل، يبقى احنا كده وصلنا للنقطه دي. كويس جدا احنا جينا للحته دي لان كنت هنساها، بس كلوجيك يعني بالنسبه لك كانت مهمه جدا تفهمها. تعال كده نشوف الملف اتنقل، هو اتنقل عندي اكيد. تعال نبدا كده انستوليشن. اتنقل اهو ملف الايزو وده شيء ممتاز. هستخدم ايزو ايمج، هي موجوده عندي براوز لوكال، موجوده في فايل سيستم. طيب بيرميشن دينايد mv slash root حطه slash media كده file system. عندي media اهي، وادي ملف الايزو ده عبارة عن لينوكس وده ريد هات 7 فورورد. هنا هدي للماشين دي 1 جيجا وهديها 1 سي بي يو مفيش مشاكل. هديها وليكن 10 جيجا للديسك بتاعها فورورد اهو، واقول له ار هيل 7 ماشي مفيش مشاكل برضو. هينستول عادي جدا. نعم ايه السؤال ده؟ السؤال اصلا مش شايف منه حاجه تقريبا. تعال كده نكبر الخط ده. كبير قوي كده. اه طبعا ممكن براحتك تكتب سيرفيس اسمها زعبولة، وزعبولة دي تكون عبارة عن اي سيرفيس انت عاملها، انت كاتبها بايثون مثلا او اي كود انت عامله وتشغلها كهاي افيلابيلتي كلاستر. في ايه المشكلة يعني؟ ها يا مسهل. طبعا لازم يعني نتوقع في الاول المشين هتكون بتموت خلاص، خصوصا لما اجي اشغل اربعه فيرتشوال ماشينز مع بعض، وده بيبقى يعني قمه الانتحار يعني.
ماشي يا سيدي، ده انا مستنيناك اهو براحتك خالص. ايوه ترجم معناه وهتعرف. يعني ايه كلمة فولت؟ ويعني ايه كلمة تولرانت؟ ترجم كده معناه. ترجم. طيب تعال نكبر دي كده. مينيمال انستول، وده شيء ممتاز. كي دامب بتعمل لها ديسيبل. يلا يا سيدي. طيب ماشي، نديكم بريك بقى كده ثواني لحد ما ايه، لحد ما ربنا يكرمه وايه ويعمل انستوليشن. خلاص 5 دقايق كده، اللي عايز فيهم يروح الحمام، اللي عايز يشرب، اللي عايز يعمل اي حاجه، وايه ونرجع بعد الانستوليشن حوالي 5 دقايق بالظبط على 9 كده ان شاء الله، نبدا مره تانية. ماشي كده؟ طيب تعالوا نكمل بقى. خلاص احنا دلوقتي المفروض تكون الفيرشوال ماشين خلصت. ايوه ده مظبوط، خلصت هي وكله تمام. تعال نعمل لها ريبوت كده. تعال نكبر الشاشة. اهم حاجه بس لازم نبدا نسيت اب النتوركينج بتاع الماشين. خلاص كده عشان نسيت اب النتوركينج فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ موضوع بسيط جدا. ايه بقى يا سيدي؟ ان انت تعمل بريدج. خلاص احنا عملنا بريدج من شويه، وعشان الناس تعبت مننا مسحناه تاني. تعال نعمل بريدج بسرعه كده على السريع. خلاص وتعالى نجربه مرة تانية. طيب انا بس عندي حصل دروب للكونكشن. خلاص اشتغل تاني اهو الحمد لله. ماشي تمام جدا. تعالى كده الفي ام وير اهون. لو حد فيكم فاكر النتورك بتاعتي مش بريدجد. خلاص هوست بي ار 0 ده ما كانش شغال عندي، ورحت انا ايه مختار هوست ديفايس ايه ان او مش عارف ايه ماك تاب او ماك فيرتشوال تاب عندي. فايه انسى الكلام ده، نقفل ده كده وتعالى نعمل ايه؟ تعالى نعمل بريدج بقى كده ونبدا نشغله. تعالى نعمل بريدج ونشغله. ان ام سي ال اي كونكشن شو ان ام سي ال اي كونكشن ديليت بي ار 0. اي اف كونفج عندي ايثرنت كونكشن بس اهون
مفيش اي حاجه فيه خالص. ماشي، لو جيت حتى بصيت على ملف الكونفيجريشن بتاعه مفيش فيه اي اختراع، خلاص ملف كونفيجريشن عادي جدا. ماشي، ممكن تمسح دي كمان يا سيدي لو عايز، انا اصلا مش محتاج كل الكلام دون، انا ممكن كده اقول لك انا همسح اصلا الكونكشن ده نفسه، ان ام سي ال اي كونكشن ديليت، مسحت الكونكشن بتاع الايثرنت نفسه. خلاص كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب تعال نبدا نعمل ايه؟ ان ام سي ال اي كونكشن شو، اكيد مش هيظهر لك اي حاجه، مش اي حاجه موجوده. ممكن كده اقول له ان ام سي ال اي كونكشن اد، هسميه الكونكشن الكونكشن نيم سميه لي بي ار 0، وهعمل منه فيرتشوال انترفيس اسمه بي ار 0 برضو، اوتو كونكت تمام، ونوعه بريدج، وده كده اقول له ان ام سي ال اي كونكشن اد برضو التايب بتاعه بريدج سليف، بعد كده الكونكشن نيم او الانترفيس نيم الاول هربطه بانهي انترفيس، خلاص، وهسمي الكونكشن ده بنفس نيم الانترفيس داش بريدج، خلاص اديته كونكشن نيم عشان اعرفه بس، واوتو كونكت معاه ايه تاني، الكونكشن ده هيبقى ماستر لبي ار 0 بس، خلاص ان ام سي ال اي كونكشن شو اي اف كونفيج كده، انا عندي بي ار 0 ظهر اهون. ممكن اجي واعمل ايه، ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي بي ار 0 اي بي في 4 دوت ادرس او اي بي في 4 دوت ميثود اوتو، ممكن انا كده اقول له سيرفيس او بلاش سيرفيس، سيستم كنترول ريستارت نتورك مانجر دوت سيرفيس اي اف كونفيج مره ثانيه. بص بي ار 0 خد انهي اي بي، وبص ايثرنت 0 ايه اللي حصل له، ما عادش معاه اي اي بي تماما، خلاص وضحت. ها حد عنده اي مشكله؟ ممكن تعمل نفس الحكايه بان ام تي ان ام تي يو اي، عايز اعمل لك بان ام تي يو اي اهي يا سيدي، ها عشان ما حدش يتوه، ان ام سي ال اي كونكشن شو، تعال امسح حالك خالص واعمل لك بان ام تي يو اي لو انت الامر ما بتجيبش معاك، بس انا ان ام سي ال اي لو ضغطت دبل تاب بيعمل لك اوتو كومبليت، فيعني مدلعك دلع السنين. تعال كده ان ام سي ال اي كونكشن ديليت اي ان او ده داش بريدج، وان ام سي ال اي كونكشن ديليت بي ار 0، ها ان ام سي ال اي كونكشن شو، ما عادش اي حاجه، الدنيا رجعت ملطه تاني، خلاص ان ام تي يو اي تعالى يا عم نضيفه لك ايديت كونكشن، تعالى نعمل اد، وده نوعه بريدج، وهسميه البروفايل بتاعه اللي هو الكونكشن نيم هسميه بي ار 0، والديفايس سميها بي ار 0 برضو، هاد السليف بتاعه عباره عن ايثرنت، الاول تعدي في الايثرنت قبل اي حاجه، تعال نكبر دي كده بدل العذاب اللي احنا فيه، اد الاول هاد ايثرنت، برضو نسيت حاجة، ايه اللي انا نسيته، اي اف كونفيج كده، اسم الانترفيس ده انا عايزه معايا كده هنا وانا شغال، بس انا عايز اسم الانترفيس،
بعد كده ان ام تي يو اي ادت كونكشن، هعمل اد وده نوعه ايثر، لا مش ايثرنت. راح فين؟ اد نوعه بريدج، سميه لي بي ار 0 والديفايس اسمها بي ار 0، وهضيف له اد ايثرنت. هسميه البروفايل نيم بتاعه يا سيدي، سميه لي نفس اسم الانترفيس داش بريدج، والديفايس بتاعتك ده اسم الكارت اهون. ايه تاني؟ الاي بي فيرجن 4 كونفيجريشن اوتوماتيك. خلصت انا كده ان ام سي ال اي كونكشن شو اهو، فيش اي اختلاف خالص. كل بعد كده تقول له سيستم كنترول ريستارت نتورك مانجر ان ام سي ال اي كونكشن شو، كلهم اب اهون. لا هو مش اب، انت بس كان فاضلك حاجه بس صغيره، ان انت تقول له ان ام سي ال اي كونكشن شو بي ار 0، وهات لي الكلام ده كده كله، هات لي بايب كده وحطه لي على لس اوتو كونكت اهون. حلو، ان ام سي ال اي كونكشن اب بي ار 0 كده. احنا عملنا هنا حاجه، في مشكله هنا عندنا ال اس vim if config داش بي ار 0، ماله بقى؟ الديفايس اسمها بي ار 0 تايب بريدج، حلو. ان ام سي ال اي كونكشن اب اي اف كونفيج ده، لا اي ان او طيب ان ام تي اي تاني كده. ايه اللي احنا عاملينه هنا؟ عندك بريدج، وضيف له سليف اهون، اديت للمعلم ده ماشي برضه مفيش مشاكل. بروفايل نيم بي ار 0 والديفايس اسمها بي ار 0 ماشي. ايه تاني؟ ها ليه بقى مش عايز يقوم؟
add bridge br0 bridge slave add no ethernet لسبب ما مش عارف اشتغل ليه، بس عشان نضيع وقتنا يعني ان ام سي ال اي كونكشن اد تايب بريدج انترفيس نيم بي ار 0 كونكشن نيم بي ار 0 اوتو كونكت بيس وان ام سي ال اي كونكشن اد تايب بتاعه bridge slave interface name و ENO connection name الماستر هو br0 كانت لسه شغاله معانا حالا، معرفش ليه التهيسه اللي مهيساها ديا. يعني كانت لسه حالا في اللحظه دي كانت لسه شغاله. كونكشن اد دي كوميديا يعني. اوتو كونكت ماشي. الكونكشن نيم سميه لي بي ار 0 الانترفيس نيم بي ار 0 برضو التايب بتاعه بريدج بس خلاص وان ام سي ال اي كونكشن اد تاني بريدج لا التايب بتاعه بريدج سليف الانترفيس نيم الماستر
ها نقيت فيها محمد يا ماهر. لا مش للدرجة دي يعني. ما اشوف ليه دماغه تعبانه كده بالمنظر ده، رغم المفروض ده ما يحصلش. اول مره تضرب معايا بصراحه يعني. عمره ما حصل نتورك مانجر وخايب معايا من اول ريل 7 يعني. ربنا اشتغل لوحده من غير اي حاجه، اشتغل مفيش عندنا احنا مشكله. المشكله كانت تقريبا في حاجه في نتورك مانجر، اكيد في باج او في حاجه في نتورك مانجر هي اللي تسببت في الحكايه دي. خلاص
والله العظيم اول مره يحصل نوتك ماتجر يضرب معايا، اول مره، ولا سنس ولا نيله يعني، مش الدرجه دي. ما علينا. المهم النوتك ماتجر دلوقتي حاليا شغال، وعملت بريدج انترفيس خلاص عشان هشغل الفيرتشوال ماشينز عليه. لو حد فيكم فاكر قبل كده احنا قلنا احنا محتاجين بريدج واحنا شغالين مع الفيرتشوال ماشينز ليه؟ حتى على فكره اي فيرتشوال ماشين برودكت وانت شغال بيكريت لك بريدج انترفيس من غير ما تاخد بالك. يعني لو بصيت عندي هنا كده مثلا في ام وير نفسها، في ام وير نفسها وانت شغال كده اوتوماتيك بيكريت لك بريدج انترفيسز. بص كده عندك، بص بص كده، ده ايه وده ايه؟ ده عامله اتنين انترفيس كمان، مش واحد، ده عامله واحد للنات وعامله واحد للبريدج خلاص، والمفروض يكون في واحد تالت كمان نتورك اونلي. يعني انت لو جيت هنا كده قلت له فيرتشوال نتورك اديتور بتاع في ام وير، في ام وير فيرتشوال نتورك اديتور ده بص عامل لك كام انترفيس؟ عامل لك اتنين فيرتشوال انترفيسز خلاص، اللي هو يعادل البريدج اللي احنا عملناه هنا. طيب لو حد فيكم فاكر قبل كده احنا كنا بنعمل البريدج ليه؟ بكل بساطه انت عندك فيزيكال انترفيس واحد صح؟ وعندك مجموعه فيرتشوال ماشينز، ازاي الفيرتشوال ماشينز هيتحكموا في النتورك انترفيس؟ ينفع فيرتشوال ماشين يتحكم في فيزيكال انترفيس؟ ما ينفعش. فانت عشان تديها انترفيس وهمي وفي نفس الوقت تديها لا اكسس ان انت تعمل لها اب او داون الانترفيس بتاعها هي خلاص، اللي اوتوماتيك هيتحكم في الترافيك اللي جاي من الانترفيس الحقيقي الفيزيكال انترفيس نفسه، لازم تعمل فيرتشوال انترفيس. الفيرتشوال انترفيس ده عباره عن سوفت وير بيسمح لك تتحكم او تيميوليت ان انت عندك فيرش او تيميوليت ان انت عندك فيرتشوال نتورك انترفيسز لكل فيرتشوال ماشين، وكل فيرتشوال نتورك انترفيس على فيرتشوال ماشين منفصل عن الموجود على الفيرتشوال ماشين الثانيه. ده كل فائده البريدج خلاص، لا اكتر ولا اقل. طيب كلام جميل. فاحنا عملنا بريدج عشان بس اقدر اشغل فيرتشوال ماشينز واوصلها لنفس النتورك اللي السيرفر موجود فيها. طيب كلام جميل. تعال كده نرجع تاني للفيرتشوال ماشين اللي احنا عملناها. لو جيت هنا كده قلت له فيرت مانجر، افتح يا سيد بقى تعالى، انا عندي اهو ريل 7 وده حالته ان هو معمول له داون. تعال بس اعدل المعلم ده وتعالى عندي كده اروح للنك، النك بتاعي هوصله بالبريدج بي ار 0 واعمل له ابلاي خلاص. فاضل لي ايه تاني ممكن نعمله هنا؟ اعتقد ان كده اكتر من كفايه كمان بالنسبه للماشين دي. خلصت انا كده، تعالى بقى ايه اخد كلون منها كده عشان احضر الماشينز بتاعتي، وهسمي الكلون دي وليكن هسميها نود ايه، وهكلون الديسك خلاص. حاجه تانية ماشي، كلون الماشين دي بعد ما يخلص كلون اوتوماتيك هبدا على الماشين الثانيه، بعد كده ابدا على الماشين الثالثه، بعد كده على الماشين الرابعه، وكده هيبقى عندي الكلاستر تقريبا شبه جاهز عشان نبدا نشتغل خلاص كده. ربنا يديله الصحه بقى كده وهو شغال. ها حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ لا مش بشير الديسك، كل واحده كل فيرجن ماشين لها الديسك بتاعها الخاص بيها، انا مش عامل شير ديسك، كل ماشين ليها الديسك الخاص بيها. ها اللي عنده اي سؤال يسال. خلاص المكنه اتكريتت اهي، النود 8 اتكريتت اهي ماشي كده. تعالى اعمل كلون من دي كمان، سميها لي يا سيدي نود بي، ها البريدج هيكون مكانه في الحقيقه فيزيكال سويتش. بص عاده وانت شغال مع الكلاسترنج، لو انت شغال في داتا سنتر انفايرمنت حقيقيه بيكون على حسب الريكويرمنت. في ناس بتيجي تقول لك انا ممكن احط الفيرتشوال ماشينز على نفس السيرفر،
في ناس تانية تقول لك لا 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 انا استفدت ايه لو حطه مع ناس السيرفر؟ ما ممكن الفيزيكال سيرفر نفسه يقف، يعني ممكن الفيزيكال كماشين نفسها تقف، الهاردوير يقف، المذر بورد بتاع السيرفر تتحرق. ساعتها في الحالة دي هتعمل ايه؟ ملهاش حل. في ناس تانية يقول لك لا 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 بص انا هقسم الفيرشوال ماشينز على سيرفرين فيزيكال، بس الكلاستر نفسه هخليه فيرشوال ماشينز. وصلت الفكرة؟ يعني هيخلي الكلاستر نفسه فيرشوال ماشينز موجودة، والفيرشوال ماشينز دي متقسمة على أكتر من فيزيكال سيرفر. ماشي؟ وفي سيت اب تالت خالص بيقول لك لا 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 أنا الكلاستر نودز عندها كل اللي عندي كلها بالكامل، هخليها عبارة عن فيزيكال نودز وأريح دماغي. فطبعا بقى على حسب السيت اب بتاعك، لو كلهم على سيرفر واحد خلاص اعمل بريدجز والموضوع انتهى. لو هم على اكتر من سيرفر وكلهم فيرتشوال ماشينز هتضطر تعمل بريدج على كل سيرفر موجود، على كل فيزيكال سيرفر. خلاص؟ طيب لو هم كل فيزيكال نود عباره عن كلاستر نود، يعني من الاخر الكلاستر بتاعك مش معمول على اي فيرتشوال ماشينز، ايه اللي هيحصل؟ لو الكلاستر بتاعك مش على اي فيرتشوال ماشينز مش محتاج اصلا تعمل بريدج اساسا، مش محتاج تعمل بريدج، هتحتاج بريدج ليه اساسا؟ خلاص كده. فعلى حسب السيت اب بتاعك انت بتعمل ايه، وعلى حسب الامكانيات اللي موجوده عندك. طيب المكنه الثانيه خلصت اهي، تعال نعمل كلوني دي كمان كده. نوت سي يا ما شاء الله حلوة اهو، خلص على طول. تعالى هنا كمان كلون كمان. نود دي ها، حد عنده أي سؤال تاني؟ حد عنده أي سؤال تاني؟ ها طيب اخر خطوه بقى عشان الدنيا تبدا تقوم، تعالى كده شغل الفيرشوال ماشينز اللي موجوده ديا. انا عندي نود A ونود B ونود C ونود D. بص مبدئيا لو انت شغال على عندك على هوست ما تحاولش تبدا الاربعه مع بعض والا بتنتحر حرفيا. خلاص ما تحاولش تشغل الاربعه مع بعض والا انت كده تبقى بتنتحر. ماشي؟ فانت على نود ايه دي كده مثلا، وتعال ستارت دي، وبعد ما تبداها وتقوم وكل حاجه تمام ابدا اللي بعدها. لا مش معنى مش قصدي كلامي شغال في باك جراوند، ما هو كده كده شغال في باك جراوند، بس اللي اقصده ما تقومش الاربعه مع بعض. لو قومت الاربعه مع بعض على اي ماشين عندك على اللابتوب تحديدا وانت شغال، اعتبر نفسك بتضرب رجليك بالرصاص، كانك واقف كده وماسك مسدس وضربت نفسك، انت كده بتنتحر حرفيا. خلاص اهو اشتغل اهو، شكرا. اقفل دي بقى، بعد كده اروح لنوت بي، افتح نوت بي. اول ما تشتغل هي كمان سيبها وانقل على نوت سي، فاهم؟ يعني ما تحاولش لان انا حاولت قبل كده اربع مرات او خمس مرات اشغل اربع فيرشوال ماشينز مع بعض في نفس الوقت، بتبقى يعني شغلانه ما يعلم بيها الا ربنا. يا سيد مفيش لينك لكتاب ريد هات كلاستر، ما انا قلت لك من الاول انا مش جاي عشان اديك كورس ريد هات، انا مش بدي كورس ريد هات. فاعتقد ان انا كنت واضح وصريح معاكم من البدايه، يعني انا مش جاي اشرح كورس ريد هات تحديدا، يعني انا بشرح تكنولوجي بتاع الكلاستر نفسه. ف يعني ما ضحكتش عليكم الاول. ده لما تيجي تكونفيجر الكلاستر محتاج تعمل لوجن على كل مكنه، انا بتكلم بس عشان تبداهم من البدايه خالص عشان تقوم المكن اساسا. ماشي؟ طيب قامت اهي اللي بعدها.
تعال كده نحط الدي اسم كده عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. فين يا سيدي؟ بس كده فاضل لنا دي كمان، دي قامت هي يا مسهل. طيب على ما ده يقوم كده، تعالى كده عندي mount dev cd rom تحت var www html mk dir var www html rhel وماونت ديف سي دي روم تحت var www html rhel كلام جميل. بعد كده system control status httpd شغالة، يا سلام زي الفل. فاضل لي حاجة كمان صغيرة جدا، set enforce بزيرو، لا set enforce بواحد، see status كده حلو كلام جميل. فاضل لنا ايه كمان؟ فاضل لنا ايه كمان؟ فاضل الريبوزيتوري نبدأ نظبطها على بقية المكان. اقول له كده cd الاول يام داش واي لا سي دي، تعال نظبطها الاول اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي فيم لوكال دوت ريبو. الاول الاي بي بتاعي كام؟ ده الاي بي بتاعي اهون، فيم اي اف كونفج، لا اي اف كونفج ايه لوكال تريبو. البيز يو ار ال بتاعنا يا ريس بقى اتش تي بي سلاش ار هيل يم داش واي او يم كلين اول وبعدها يم سيرش دبليو جيت مثلا زي الفل كده اشتغل. يم داش واي انستول دبليو جيت واي لينكس هنحتاجهم في الكورس. ده شيء رائع. بص يا سيدي، انت عشان تشغل كلاستر بتحتاج يكون عندك سبسكريبشن ريد هات. عشان تشغل كلاستر بتحتاج يكون عندك سبسكريبشن ريد هات، رغم ان الباكجز بتاع الكلاسترنج بتكون موجوده عندك على اسطوانه. طب السبسكريبشن ليه؟ عشان السبورت فقط لا غير. يعني ايه؟ يعني انت لو رحت موقع ريد هات عملت ريجستريشن عادي ونزلت الاسطوانه بتاعت ريد هات او نزلت اسطوانه سنتوس، هتلاقي الباكجز بتاع الكلاسترنج موجوده مع الاسطوانه او موجوده مع الدي في دي اللي انت منزلها. خلاص كده؟ مش محتاج تعمل لها سيبريت داونلود لوحده. هي جايه اصلا انكلودد في الدي في دي اللي انت عملت لها داونلود، بس انت محتاج بس خطوه صغيره قوي تبص على مكانها بس. خلاص. طيب فين يا ريس؟ فين؟ تعال نرجع لها تاني كده. لو جيت تقول له كده اي لينكس سلاش ار هيل اهو، بص عندك كده باي ديفولت الباكجز عندك كلها موجوده في انهي فولدر؟ فولدر اللي اسمه باكجز. خلاص كده؟ تعال نروح للبيرنت دايركتوري.
طيب مش راضي يروح من التيرمينال ده. طيب ماشي، تعال نرجع لها تاني كده. بص عندك كده فين؟ ايوه جوه الفولدر اللي اسمه add-ons. هو هتلاقي في عندك حاجه اسمها high availability، افتحها خلاص. اهو دي الباكجز بتاعت الكلاستر موجوده اهي يا ريس، الباكج بتاع البيس ميكر موجوده عندك اهي خلاص كده. فانت محتاج بس تبوينت لمين؟ ربنا كرمها واشتغلت اهي الحمد لله، بيرنت دايركتوري اهو. انت محتاج بس تبص على المكان اللي فيه الباكجز بس. طيب ده موجود فين؟ في var www.html arhel، موجود جوه فين 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 addons high availability الباكجز اهي. فتعالى هنا كده vim local dot repo، هعمل ريبو تانية وتبص عليها وريح دماغي خلاص كده. ايه رأيك في الحكاية دي يعني؟ انا كده عندي اتنين ريبو، الاولانية بتبص على الباكجز العادية، التانية بتبص على الادون اللي جوه هاي افيلابيليتي خلاص. لو كنت اقول له كده يام سيرش بي سي اس دلوقتي اهو. في عندي غلطة، غلطة مطبعية، اسم الريبوزيتوري اسمها ايه؟ ارهل داش اتش اي غير الاسم بس والتاج بتاعها اهون. المرة دي جاب اهو، من شوية ما كانش جايبها اهو. بص كده، بص شوف الفرق، بص شوف الفرق ايه اللي حصل. ها وضحت الحتة دي؟ ها يا ريس واضحة؟ حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ حد عنده اي مشكلة في الحتة دي ولا عادها تاني؟ كلام جميل. فاضل لنا خطوه كمان عشان اتاكد ان الدنيا كمان مظبوطه والدنيا جاهزه للمره الجايه واحنا شغالين. هنقل الملف ده لكل الماشينز. سيكيور كابي كده لروكال دوت ريبو روت ات. الاول انا ما عنديش اي روت ولا عندي اي حاجه. تعالوا شوف اصلا اي بي ادرس على الماشينز اللي موجوده عندي ايه. تعالى كده نمسكهم واحده واحده كده ونحط لهم اي بي ونشتغل معاهم. ده روت عندي حلو جدا، ان ام سي ال اي كونكشن شو ايثرنت زيرو ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي او ان ام سي ال اي كونكشن اب ايثرنت زيرو كده. واخده اي بي 130 اهو، حلو جدا. تعالى هنا كده اس اس اتش او سكيور كوبي لوكال دوت ريبو الروت ات 192.0.لا اسف 188.130 احطها له جوه اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي خلاص كده. اتنقل زي الفل. نفس الخطوة هعملها لبقية الماشينز اللي موجودة خلاص. تعال كمان اعمل اس اس اتش للمكنه دي، اس اس اتش 192.168.188.130
ان ام سي ال اي، او تعال بقى انستول الكلام ده، يام انستول باش عشان تريح دماغك، انستول باكج اسمها باش كومبليشن عشان تعمل لك اوتو كومبليت وانت شغال. وتعال انستول كمان الكلاستر، او بلاش، تعال انستول باش كومبليشن الاول. الجي بي جي تشيك ار بي ام داش داش امبورت اي تي سي بي كي اي، في عندك ار بي ام داش جي بي جي، دي نسخة تانية ردها تحطها لك. طبعا عندي مشكلة وانا متعمدا عاملها عندك، ان هو عامل ايه، ان اليام بيستخدم الكيرل انترفيس، هنشوف الهوست اب ولا لا، وعليه الويب سيرفر شغال ولا لا، ويقدر يجي الباكج ولا لا، فهو مش عارف يجيبها. فعارف ده ليه؟ انت ممكن كنت المفروض تقول له كده فاير وول داش سي ام دي داش داش اد سيرفيس اتش تي بي، وضيفها لي كمان داش داش بيرمننت، الكلام ده على الهوست اللي عليه الريبوزيتوري بتاعتك. خلاص تعال نكونكت مره تانية، تعال المره دي كمان مره، ها المره دي اشتغل ولا لا؟ ماشي، واضحه الحته دي، واضحه؟ لا مش محتاج تسيب الجي بي جي ولا حاجه. خلاص طيب كلام جميل، تعالى كمان هكونكت كمان مره، يام سيرش بي سي اس. طيب ايه كمان؟ حلو، تعال نعمل بقى، تعال انستول الكلاستر يا عم، يام داش واي انستول بي سي اس عشان الكلاسترنج، بي سي اس ده الكلاستر نفسه. ومين كمان يا ريس؟ اللهم صل على النبي، فنس agent all، بس خلاص ريح راسك من الكلام ده كله. هانستول بي سي اس اللي هو الكلاستر نفسه، ولما تقول له انستول بي سي اس هيروح يجيب كل حاجه معاه في سكته اللي هو محتاجها للكلاستر، يعني هيروح يجيب معاك سيرفيس هنتكلم عنها كمان شويه اسمها كروسينك. خلاص الكروسينك ده اللي هو عباره عن السينكينج ديمون اللي شغاله بين الكلاستر نوز وهي شغاله، بيروح ينستول لك التيل نت، بيروح يستول لك الروبي لبس، البيرل لبس، البيس ميكر نفسه بيتعمل له انستول، البيكسبكت، خلاص الفنس ايجنتس لكل انواع الفنسنج ميكانيزمز اللي موجوده، بيظبط نفسه بحاله بمحتاله، بيعيش حياته مع نفسه، وبعد كده ايه؟ مع السلامه. يبدا ينستول ايه؟ ينستول ويظبط نفسه. ها واضحه الحكايه دي؟ نكمل ولا الناس ماتت؟ نكمل؟ تعال نكمل بقية النودز، تعال نكمل بقية النودز وبعدين نخلص النهاردة. ماشي تعال نكمل بقية النودز، تعال كده اروح للترمينال تاني، دي خط اي بي 131.
نود ايه خلصت، ماشي كنترول دي كده. نود بي شغالة، تعال نقفل نود بي دي خلاص، شكرا. ارجع نود سي اهي، دي هاي بي، خدت 132 وده شيء ممتاز. ماشي نود بي خلصت، فاضل لنا اخر واحده خالص اللي هي نود دي. تعالى كده خدت 133، شكرا. اهو ربنا كرمه اهو وشغال. ها حد عنده اي مشكلة؟ ها يا شباب حد عنده اي مشكلة ان كانت؟ اغير الهوست نيم بتاعه. حلو حلو مفيش مشاكل، تعال نغير الهوست نيم بتاعه. تعال دي خلصت اهي. يعني ستور نت تولز هنا عشان انا بحب استخدم الاي اف كونفج، ما مش عارف ما بينزلش من جو ما بينزلش من زور اي بي ادرس شو ديان، رغم ان هو احيان كتير جدا بيكون مفيد، بس انا بحب ان اي اف كونفج على طول. يعني ماشي انا كان عندي 30 دي نوت اي و31 نوت بي و32 نوت سي. حلو هوست نيم كنترول
اروح للنوت سي مرة تانية، هوست نيم كنترول داش داش ست، set host name سمي لي ده notec.mustafa.com. خلاص host name، خلاص بقى اسمه notec اهون. لو جيت اقول له كده cat slash etc host name، خلاص اتغير. host name control set host name node.mustafa.com cat slash etc host name node.mustafa.com، ده كده مظبوط. فاضل لنا كمان نود 130 host name control set host name ده نود ايه دوت مصطفى دوت كوم. ماشي، وفاضل لنا النود رقم b host name control set host name nodeb.mustafa.com. ده كلام مظبوط. وتعالى vim etc hosts كده عشان بعد كده نبدأ. vim مش موجود. يامدا شوي انستول فيم، شكرا. etc hosts، تعالى كده اقول له ان 192.168.188.130 دي اسمها نود A مصطفى دوت كوم، اسمها نود A برضو. دي 130 132 ودي 128. طيب انا عندي دي هسميها ورك ستيشن، او دبليو اس نود دي. خلاص كده عندك A و B و C و D وعندك ورك ستيشن. اعتقد ان كده مظبوط. خلصت انا كده، هقوله كده secure copy او 4IN. ممكن كده اقوله من سيكونس من واحد او من 130 133 دو سيكيور كوبي اي تي سي هوستس لروت ات 192.168.188.i
وضن. من نقطتين ETC عايز ايه بقى؟ معلش ابقى اغسل. نقلت ملف اي تي سي هوستس، فاضل لي كمان انقله على ورك ستيشن. اي تي سي هوستس احطه على ورك ستيشن نقطتين سلاش اي تي سي. بينج كده دبليو اس شيء ممتاز. طب بينج نود دي، طب نود سي، طب نود اي، طيب نود بي، حاجة زي الحلاوة. فضلنا بس حاجة أخيرة خالص عشان ما نعذبش نفسنا على الورك ستيشن، أقول له كده اس اس اتش داش كيجن SSH copy ID لروت at node A، ونفس الحكاية لنود B، نفس الحدوتة لنود C، برضو النود دي. سلام، لو جيت اقوله كده اس اس اتش نود ايه، سلام. طيب نود بي يا سيدي، تمام. نود سي، الله عليك. طيب نود دي، سلام. طيب كده زي الفل. بدل ما كل شويه اعذب نفسي واقعد اعمل يوزر نيم باسورد يوزر نيم باسورد، مش مستاهل الكلام ده كله. انا عملت باسورد سلوجن وريحت دماغي خلاص. طيب ها، الخطوات بتاعت النهارده واضحه. يبقى انا كده سطبت الكلاستر، والكلاستر عندي شبه جاهز ان انا ابدا اشتغل عليه. السيت اب بتاع الكلاستر كله ما خدش حاجه تقريبا، فيش وقت، هو الوقت اللي تاخد منه وقت الانستوليشن بس. بعد كده بقيت سيت اب كله ممكن تعمل سكريبت وترن السكريبت دي في ثواني، يعني سكريبت تعمل لك كل الكلام ده في ثواني ثواني، ماشي كده؟ ها خلاص كده واضحة يا جماعة؟ يا جماعة حد يرد عليا؟ طيب الموضوع واضح؟ طيب نكمل يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الأربعاء هنبدأ على طول مباشرة الانستوليشن بتاع الكلاستر، بعد كده ازاي نشغل كلاستر، ازاي نعمله ستارت، بعد كده ازاي نمونيتور الستاتس بتاعت الكلاستر نشوف هو شغال ولا لا خلاص، واخر حاجه خالص ازاي نكونفيجر الفينسنج، ماشي، اللي هو خلانا سطبنا الورك ستيشن اساسا، ماشي. وليه عملناه كده؟ لان الفي ام ورك ستيشن مش بتسبورت الفينسنج واحنا شغالين. عشان سبورت الفينسنج فانت في عندك شويه كريتيريز كده لازم تعرفها، او اللي هقول لك ايه الحاجات اللي سبورتد مع الفينسنج تحديدا المره الجايه. بلاش نسبق الموضوع، وهنوصل له وقت ما نيجي نشتغل عليه، ماشي. ان شاء الله تقريبا كده خلصنا النهارده. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.